وضع وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك حجر الأساس لمشروع إعادة إعمار مستشفى الفلوجة التعليمي فضلا عن الاطلاع على الجسر القديم. جاء ذلك خلال زيارة الوزير الهولندي مع وفد مرافق له لمدينة الفلوجة للاطلاع على مشاريع إعادة الإعمار التي تمول من قبل حكومة هولندا. حكومة الفلوجة المحلية رحبت بدورها بالجهود الدولية في إعادة إعمار المؤسسات الخدمية في المدينة والتي تضررت بسبب الأحداث الأخيرة. I witnessed the suffering of شركة هولندا تعمل مع شركائها في العراق مع الحكومة العراقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. نحن نعتقد أنه الأفضل طريقة أنه المجتمع العراقي يعني يعتمد على نفسه ويصعد مرة ثانية، وإحنا موجودين للمساعدة في هذا الإطار. أسباب زيارة السيد الوزير الهولندي لمستشفى الفلوجة التعليمي هي لمتابعة مراحل إعادة تأهيل هذا المستشفى بسبب المنحة الهولندية على UNDP. حقيقة مثل ما تعرف محافظة أنبار تم تدمير أغلب مؤسساتها ومن ضمنها مؤسسات الصحية في محافظة أنبار. مستشفى الفلوجة تم تدمير هذا المستشفى وحرق الأجهزة بسبب العصابات الإرهابية وعصابات داعش والوضع اللي مرت به محافظة أنبار من الاحتلال داعش ومن عمليات التحرير. الحمد لله تم إحالة هذا المستشفى عن طريق UNDP. تم البدء بالعمل قبل 5 أشهر. نأمل أنه إكمال وإنجاز تأهيل هذا المستشفى في الشهر السادس، يعني بعد 6 أشهر.